السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعين الكرام في كل مكان. أعزائي المشاهدين، نحن الآن بمدينة طنطا بمحافظة الغربية أمام واقعة مأساوية للغاية. يعني قال الله تعالى في كتابه الكريم في القرآن الكريم: وجعلنا بينهم مودة ورحمة. ده اتقال وأوصى الله والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام الزوج على الزوجة والزوجة على الزوج. احنا النهاردة مع الأستاذ مصطفى اللي زوجته ونسايبه عملوا فيه اللي محدش يرضاه أبدا ومحدش يتخيله، لا صانت لا عشرة ولا عيش وملح، ولا إنه هو الراجل اللي معيشها في بيته ما صانتش أي حاجة وكسرت كل القواعد، عاداتنا وتقاليدنا ككرة ريفية هنا في مدينة طنطا بمحافظة الغربية. إيه إن الست تصون الراجل والراجل يصون الست، إيه زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى: وجعلنا بينهم مودة ورحمة. تفاصيل كتير قوي هنعرفها من الأستاذ مصطفى عن اللي حصل له النهاردة الساعة 10 الصبح اللي ما كانش حد يتخيله. صحي من النوم على فاجعة، على كارثة ما كانش حد متخيل اللي حصل له ده. أستاذ مصطفى قلبي عندك، برحب بيك، الحمد لله على سلامتك مبدئيا. قولينا بقى ايه اللي حصل؟ حضرتك الساعة 10 الصبح انا نايم، نعلي صوتنا شوية. الساعة 10 الصبح انا نايم، انا ما حسيتش بنفسي، انا عيني فتحت على ان في اكتر من 10 افراد جوه عليا على السرير. ضربة في الكتف، ولقيت ناس بره بتفك العفش. لقيت حاولت ان انا اقوم مع حد، لقيت نفسي بنضرب، لقيت نفسي بتكتف، لقيت نفسي بيتحط عليا سلاح ابيض على رقبتي، سكينه اتحطت على رقبتي، مسمار كبير كده كان في ايده كان بيربطني بيه على دماغي. بيحاولوا ينهوا حياتك؟ اه طبعا. مين الناس دي؟ حماية. هل كان فيهم حد تعرفه؟ اه طبعا، حماية. اول واحد دخل عليا محمود ابراهيم جمعه الفحات من كفر الزيتون. بدون ذكر اسماء بقى، خلينا نتكلم الاول بدون ذكر اسماء. يعني ده حماه. اه حماك دخل عليه، كان معاه افراد تانيين انت ما تعرفهمش ولا كلهم تعرفهم اقارب زوجتك؟ في ناس ما اعرفهمش وفي ناس من قرايب حضرتك، لان العدد كان كبير جدا، كان فوق 35 فرد. 35 فرد عليك. انا حضرتك، انا بقول لحضرتك انا كان في بس كده ما يقلش عن 10 افراد جوه معايا في الاوضه مكتفيني وضربني وحابسني جوه في الاوضه، غير الناس اللي بتفك في العفش هنا، غير الناس اللي بتنزل العفش تحت، غير الناس اللي بتستلم على العربيات تحت. ايه سبب الغل ده كله؟ انت في الكواليس قلت لنا جايبين ماده قابله للاشتعال وعايزين ينهوا حياتي عن طريق الماده دي. كانوا بيخلصوا عليا حرفيا، عشان انا كنت بحاول ان انا استهيز، بحاول ان انا اعلي صوتي عشان الجيران تسمعني، حاولت ان انا اصوت، ما لقيتش حد. يعني هم كانوا كتير جوه معايا في الاوضه، منع من ان انا افتح شباك الاوضه، او منع من ان انا كنت اصرخ او ان انا اخبط. يعني ثبتوك بسلاح ابيض وكمان مواد قابله للاشتعال سكبوها عليك؟ انا لقيت نفسي متكتف، انا هدومي كلها مليانه بنزين، ودي لقيت ازازه البنزين اللي هم كانوا كاتبينها عليا. كبوا عليك كل الازازه دي؟ سكبوها عليك؟ انا حضرتك انت يعني يمكن العلامات بتاعت البنزين اهي، علامات البنزين في بنطلوني اهي. انت لو فتحت بقك واحد واقف لي بولاعه، واحد تاني نايمني على ظهري على بطني وعمال يديني على تكلبوا عليه. حضرتك انا يعني لو ينفع ان انا ارفع التيشيرت، يعني انا جسمي كله متبهدل ودراعي حضرتك اهو. ايه السبب؟ ايه السبب في كل الغل والحقد ده يعني ليه؟ كل المشكله، المشكله وما فيها يعني بدايه المشكله اصلا ان مراتي كانت بتاخد حبوب منع حمل من ورايا، مش عايزه تنجب. ومش عايزه تنجب، بتكلم معاها، سابت البيت وماشيه. مامتها مقوية قلبها وقالت لها: وإيه المشكلة؟ طب ما تاخدي حبوب منع حمل لما حياتي تستقر، لما يبقى مش عارف إيه، لما يبقى إيه. طيب أنا حياته تستقر إزاي؟ طيب أنا حياتي مستقرة والحمد لله تماما بشهادة الناس اللي هي كانت بتقعد معاها وبتقول لهم مصطفى مبذر جدا، مصطفى بيجيب، يعني ما كنتش حارمة من حاجة يعني نهائيا 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 نهائيا. معايا صور وفيديوهات لينا وإحنا بناكل أحلى وأجمل أكل، معايا فيديوهات ومعايا إثباتات بحاجات يعني اهلي ما كانوش يعرفوا بيها. بقى لك قد ايه متزوجه؟ انا بقى من 1/5 اللي فات، من 1/5/2024، بس احنا قصه حب بينا 8 سنين. 8 سنين ما صانتش كل ده؟ ما صانتش. هل هي كانت متواجده النهارده اثناء الاعتداء عليك؟ مشاكلها، بحل مشاكل اخواتها البنات، هم 5 بنات، كنت دايما احل مشاكلهم كلهم. ابوهم وامهم ما كانوش يعرفوا بمشاكلهم غيري انا، يعني انا اللي كنت بحل لهم كل حاجه.
انا في يوم من الايام اتحبست ليلتين بسبب واحده منهم واهلي ما كانوش يعرفوا بيها. طيب يعني زوجتك كانت متواجده النهارده؟ زوجتي كانت موجوده النهارده. شافت اللي بيحصل له؟ كانت وعارفه سامعه وشايفه طبعا، وانا جوه وانا متكتف وانا بنضرب وانا بتعذب وهان عليها وهان عليها وهان عليها كل ده عشان ما كانتش عايزه تنجب مني. طب ايه السبب؟ طب انا ايه؟ طب يعني انا مقصر في ايه؟ انا ولا مقصر في حاجه، بيتي الحمد لله كنت فرشه على اعلى. نزلوا شقه عمرك قدام عينك وخلوا الشقه على البلاطه بالمنظر ده. خلوا لي على البلاط ايه حضرتك؟ انا هدومي مش موجوده، انا خدوا مني هدومي، خدوا مني كوتشياتي، شراباتي، انا اسف في اللفظ، حتى غياراتك الداخليه خدوها مني. انا ما حلتش اي حاجه في شقتي، شقايا كله راح، وانا كنت بموت يعني. غير شقايا انا كنت بموت يعني، روحي كانت بتروح كمان يعني. يا جدعان حرام عليكم، سيبوني انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ طب انا هسيب لكم كل حاجه، هسيب لكم الشقه كلها وانزل. الخلافات بقى لها قد ايه؟ بقى لها شهر 20 يوم بالظبط. يعني كل ده بسبب الانجاب؟ كل ده بسبب الانجاب، ان هي مش عايزه تخلف، ان هي بتاخد حبوب منع حمل، وانا اكتشفت الكلام ده معايا اثباتات بالكلام ده. ما حاولتش ان انت توقف حد من العقلاء الكبار في العيله زي والدك، حد من العقلاء غير والدها ووالدتها اللي هم مقويين قلبها، حد تاني؟ حد تاني حضرتك؟ حاولت ان انا ادخل ناس كتير، بس هم كان بيقول لي يا اتطلق يا اما هي كده، ان هي تاخد حبوب منع حمل، هي مش عايزه تخلف منك، دي حاجه ترجع لها، فكانت منعاني طبعا. فانا كنت رافض يعني، انا بديك حقوقي كلها، اديني انا كمان حقوقي. في الكواليس قلت لنا انك معاك كارت الخدمات المتكامله، وهم عارفين بحاجه زي كده، عارفين ان انا عندي نسبه عجز، ومع ذلك افتروا عليا وهجوم عليا. ودي ايدك اللي فيها، دي ايدي اللي فيها نسبه العجز وده كارت الخدمات المتكامله، ودي كف ايدي اللي فيه العجز اهو. يعني كان كارت سن خلفي حضرتك، وده مكان الراجل اللي كان ماسكني، اللي كان نايم عليا وكان ماسكني، وده كارت الخدمات المتكامله بتاعه هو، وعارفين ان انا عندي عجز. وهي عارفه بالوضع ده من قبل ما تتزوج؟ قبل ما يعني كانت على علم بكل ده؟ كل حاجه عارفه، كل حاجه هي عارفه، كل حاجه، ومعايا اثباتات لكل كلمه انا بقولها، وكل حرف بيطلع من لساني. في الكواليس قلت لنا ان كان في مبلغ مالي معين مصري وريالات علشان عمليه اخوك الصغير شفاه الله وعافاه. اخويا الصغير ده الريبورت بتاعه بتاع المستشفى اهو، انا اخويا الكبير مسافر بره في السعوديه، وهم عارفين بحاجه زي كده. انا اخويا قبل ما يسافر كان ساب لي مبلغ بعيدا عن والدي ووالدتي، ما كانش حد يعرف بيه. كان ساب لي 45000 ريال سعودي. 45000 ريال سعودي دول كانوا جوه الدولاب، كنت انا شاريهم في شنطه في اخر الدولاب من تحت. هم لما جم خدوا مني الدولاب، خدوا مني السرير. عايز اقول لك انا ما كنتش في دماغي بقى ان انا يعني مش شاغل بالي بالفلوس، انا شاغل بالي انا روحي بتروح، انا متكتف، انا في سلاح ابيض على رقبتي، انا بتعذب حضرتك، انا في سلك كان بينزل على جسمي من ورا من ظهري. يعني لو وريتك، تمام تمام، لو وريتك ظهري، انا ظهري من ورا متقطع. يعني عذبوك؟ عذبوك وكتفوك وخدوا شقه عمرك اللي انت ما تفتحش بقك، مجرد ما افتح بقي كنت انضرب، لحد ما خلوا الشقه على البلاط تماما. احنا شايفينها هي زي ما حضراتكم شايفين، وده تقرير اخويا اللي المفروض ان هو تعبان كمان، سرقوا المبلغ المالي اللي هو هيعمل عمليه. احمد محمد الحناوي 21/9/2024، التقرير ده من الطب العالمي. المريض يحتاج الى عمليه قدرها 450000 تمام. كان في الكواليس قلت لنا سرقوا موبايلك، وكمان اخذوا مبلغ مالي كانت قيمته 10000 جنيه. حضرتك انا صحيت اصلا يعني، انا فتح عيني مفيش حاجه استند عليها ان انا انده لحد واستغيث بيها. يعني ولا فلوس، يعني هم ما سابوش حاجه، ولا فلوس ولا موبايل ولا اي حاجه. هم عذبوني لحد ما خلصوا كل حاجه، والعربيات اتحركت، وكام عربيه ملاكي اتحركت، كل الكلام ده ظاهر في كاميرات المراقبه. قبل الواقع ما حاولتش تتكلم معاها هي؟ انا حاولت ان انا ابعت حد، بس كان يعز عليا ان انا مراتي تاخد حبوب منع حمل من ورايا. تمام. ده التليفون بتاعك اخده؟ لا، ده الشكل ده كان زي ما هو كده، اخوه كان جايبه على اساس ان اخوه بعد العمليه بيفرحه طبعا، فكان جايب له تليفون ايفون اهوت. للاسف لقينا العلبه فاضيه. سيادتك احنا مش طالبين الا دوله العدل. بالفعل العدل، كل الثقة في الله ثم في القضاء المصري العادل والعاجل والنادل. الثقة في ربنا رقم واحد، ثم ديننا اللي قال الدين المعاملة، وفي السيد وزير الداخلية، السيد وزير العدل، السيد النائب العام. أنا بناشد السيد النائب العام، أنا بناشدك يا سيادة النائب، أرجوك أرجوك أغثنا
خلي مصطفى اعتبره من عيلة سيادتك، بلاش ابنك، اجعله من عيلة سيادتك. كل الثقة في الله. انا راجل موظف على قدي، موظف في شركة الكهرباء. الناس ديت اللي جم اللي هم عمام البنت فاتحين كافتيريا في كفر الزيات نفسها. يعني بيورد على الكافتيريا الحلو والمر. كون ان يجي اكتر من 30 فرد هنا بالمنظر ده فاكيد مأواهم كافتيريا الفحات كفر الزيات. طيب خلينا نقول يعني ان حضرتك حررت محضر بالواقع. حررت محضر وسيادتك انا طالب. كل الثقه في الله ثم في قضاء من مصر العادل والعادل والعادل. يا ريت تفريغ كمرات مخزن الادويه اللي تحت قبل ما يتمسح، الله اعلم الهرب قدره قد ايه، بيمسح كل يوم كل خمس ايام كل شهر. العفش يقدر بقد ايه؟ العفش مش اقل من 3 مليون. فيما زياده حضرتك وقعت رقم المحضر بالواقع اللي حصل. جناح اسم اول طنطا مشتمل للعدل. كل الثقه في الله ثم في قضائنا المصري العادل والعادل والناجز ان هو يجيب حقه. ده الصالون، ده الانتريه بالسفره. دي صوره كده يعني انا مش حارمها من حاجه. مش حارمها من حاجه. كنت حارمها من حاجه حضرتك. انا ممكن دلوقتي اقول لحضرتك يعني انا معايا صور وفيديوهات هنا واحنا بناكل في اماكن احنا انا خليتها ما نفسهاش في حاجه، كنت بعمل لها كل اللي هي محتاجاه. انا ما اقدرش اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ان شاء الله كل الثقه في الله ثم في قضائنا المصري العادل والعاجل والناجز ان هو يجيب حقك، لاننا في دوله قانون وليس دوله جاب. نيجي هنا لحارس العقار حاج سيد، يعني برحب بيه. قول لنا ايه اللي حصل، ايه اللي حضرتك شفته؟ حصل انا قمت من النوم لقيت في عرش بينزل. علي صوتك شويه، كانت الساعه كام؟ الساعه 10 10 بالظبط. فبسأل العرش مين ده يا جماعه؟ قالوا بتاع الاستاذ مصطفى. فين الاستاذ مصطفى؟ قالوا فوق. فطلعت له فوق هنا عايز اخش له، عايز اشوفه. هنا بتكلم رد واحد عليا قال لي انزل تحت. رفضوا انك تشوفه؟ يعني انت ما شفتش الاستاذ مصطفى المجني عليه؟ ما شفتوش؟ لا ما شفتوش. انا متكتف جوه بس. نزلت تحت ارن عليه كنسل علي، ارن عليه تاني حد كنسل علي. رنيت على حد والدته. جت هي بقى. عدد الاشخاص اللي شفتهم كان قد ايه؟ كانوا كتير. يعني تقريبا اللي كانوا تحت حوالي زي 15 واحد. 15 واحد اللي بينزلوا العفش زي 15 واحد. حضرتك اللي بينزلوا العفش بس 15 واحد، اللي بيفك العفش بقى قد ايه؟ واللي كان جوه معايا في الاوضه وحابسيني قد ايه؟ طيب حاجة سيد، يعني انت لما شفتهم بيتكلبوا عليك كده ومش عايزين رافضين ان هم يعني يوروك الاستاذ مصطفى او تقف معاه او تتكلم معاه او تقول له في ايه؟ لما حضرتك شايفهم كده ليه ما قفلتش البوابه؟ انا ما اعرفش، انا قلت هو موجود معاه. فكرته بيعزل مثلا؟ فكرت مثلا مع بعض الناس مع بعض، انا ما اعرفش. راح نكلمه كنسل عليه. هم معاهم، كان معاهم التليفون، كان معاهم هم تليفونه. اخذوا مني تليفوني. رن عليه خمس ست مرات يكنسلوا عليه. حضرتك انا كنت بكلم والدته. كلمت والدته. في الكواليس قلت لنا ان كان ليك بنوته بتصور. بنتك اللي بتصور. رد واحد منهم قال لها ما تصوريش، هي بتتكلم معاها. اتعرضوا لها يعني، قالوا لها ما تصوريش. يعني كل الثقة في الله ثم في قضائنا المصري العادل والعاجل والناجز ان هو يجيب حق الاستاذ مصطفى ابن مدينة طنطا محافظة الغربية. يعني متابعينا الكرام، متابعين مصر تايمز في كل مكان، زي ما حضراتكم شايفين خلت الشقة على البلاطة، ما صانتش اي حاجة. مع العلم سيادتك يا استاذ منى، لما جيت اتكلم مع والدها بقول له نهدى شوية والموضوع يتلم، قال لي بص اعمل حسابك، العفش والشقة كل حاجة للزوجة، القانون معايا، هعمل اللي أنا عايزه والقانون معايا. لا طبعا طبعا، مفيش قانون يقول له إن هو يعمل. كلمة القانون معايا. لا طبعا. العفش من حق الزوجة، اديها من حق الزوجة. في محكمة طبعا وفي قضاء مصري عادل. كل حاجة من حقك. لا احنا في دولة قانون وليست دولة جابر. فيا رب. هو ما لجأش للقانون. هو كل الثقه في الله ثم في قضائنا المصري. رقم واحد في السيد النائب العام، السيد وزير الداخليه، السيد وزير العدل، السيد مدير امن الغربيه. كل الثقه في الله ثم في قضائنا المصري. بس انا ليا رجاء الاستعجال بتفريغ الكاميرات